هنتكلم عن نظام الحكم. اول حاجه الفرعون بيقولوا عليه الملك، اللي هو زي دلوقتي رئيس الجمهوريه. ايه شغله الملك دوت؟ بيدير شؤون البلاد، العدل بين الناس، بيبني المعابد، عشان كان زمان هو المكان الصلاه هو المعبد. كمان كان الناس بيقولوا عليه ابن الاله حسب عقيده المصريين القدماء. تاني واحد الملك قال لا، انا بلاد عندي بقت شؤون كتير، فخلاص هنعمل عين مين؟ الوزير. الوزير شغلته ايه؟ قال لك عشان يساعد الملك في شؤون البلاد. طب الوزير قال لا، البلاد عندي احوالها كتير ومشاكلها كتير، هنعين واحد يساعدني. نعين مين؟ الحكومه المركزيه. الحكومة المركزية كانت بتكون من عدة إدارات. الإدارة اللي هي دلوقتي الوزارة، زي ما أقول إدارة الزراعة وزارة الزراعة، إدارة الصناعة هي وزارة الصناعة. طيب الحكومة المركزية قالت لا، أنا عاوز حد يساعدني، حكام الأقاليم. حكام الأقاليم هم دول اللي هم بقول عليهم دلوقتي المحافظ. المحافظ شغلته ايه دلوقتي اللي انتوا بتشوفوه؟ بيدير شؤون المحافظه، يوفر خدمات. هي دي كانت شغلات برضو حكام الاقاليم. طيب الاربع في هيئات الحكم دولت ما ينفعش بدون الجيش. الجيش دوت هو اللي بيحمي البلاد. طيب مين اول واحد كان طرد الاعداء؟ طبعا احمس. مين كمان؟ تحتمس الثالث، عمل امبراطوريه، عمل 16 حمله عسكريه. كمان برضو رمسيس الثاني عمل برضو معركه قادش. دي كلهم ما عملوش المعارك او الحروب الا بالجيش. الجيش دوت حمايه البلاد. وشكرا.